السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة التاريخ الأندلسي، موضوع عصر سلطنة غرناطة من عام 635 إلى عام 897 هجرية، ومن عام 1238 إلى عام 1492 ميلادية. كما تلاحظون على هذه الخارطة، لم تبقى للمسلمين سوى سلطنة غرناطة، حيث سقطت العديد من المدن الأندلسية مثل قرطبة وبلنسية نتيجة لخسارة المسلمين في معركة العقاب عام 609 هجرية 1212 ميلادي. فانهيار الجيش المسلمين في ذلك الوقت المتمثلة بالموحدين والأندلسيين، فانسحبوا من جميع المناطق نتيجة لقوة ممالك المسيحيين مثل مملكة قشتالة. وأول من تولى هذه السلطنة هو محمد الأول ابن الأحمر، حيث عرفوا ببني الأحمر من سلالة واحدة، وسمي أيضا سميت هذه الدولة بالدولة النصرية، وعرفت بسلطنة غرناطة نتيجة لأن من تولاها من حكام المسلمين لقبوا أنفسهم بسلاطين، لذلك جاءت التسمية بسلطنة غرناطة. وسلطنة غرناطة أهم مناطقها هي طبعا المركز هو غرناطة ومدينة المرية ومالقة، فهذه أهم المناطق، لكن كانت المركز هي غرناطة وعرفت بسلطنة غرناطة. استمر صمود هذه السلطنة تقريبا 250 عام، أي لمدة قرنين ونصف، لعدة أسباب. من هذه الأسباب هو بسبب أن السلاطين غرناطة عقدوا معاهدات سلم بين سلطنة غرناطة والممالك المسيحية، إضافة إلى أنها موقعها الجغرافي كانت يعني تحيط بها البحر المتوسط من الجنوب، وكذلك هي امدادات البلاد المغرب، حيث ورثت الدولة المريلية الموحدون. إضافة إلى أن تدريبها لسلطنة غرناطة على السلاح بشكل مستمر لأي هجوم مفاجئ، واستفادت سلطنة غرناطة من المسلمين الذين أتوا من بقية المدن الأندلسية، فضلا عن خيرات المدينة اللي ساعدتها على الثبات والمقاومة. أهم الأعمال اللي قاموا بها سلاطين بني الأحمر وأغلبهم هو تطوير الحركة العمرانية وبناء توسيع قصر الحمراء وعقد الاتفاقيات مع الممالك المسيحية، وأيضا ازدهار الحركة الفكرية والثقافية والأدبية. فقد يعني أهم سمات لسلاطين بني الأحمر هو الصراع الأسري بين الأب وابنه، أو بين الابن وعمه، وهذه استمرت هذه الصراعات حتى كانت أهم حدث كان هو سقوط جبل طارق. في هذا السقوط أدى إلى انهيار أيضا لسلطنة غرناطة، لأن جبل طارق يعتبر مركز مهم وتجاري وعسكري للسلطنة. وأيضا الضربة القاضية لنهاية المسلمين في هذه المملكة التي تعرف بالسلطنة، أيضا هو زواج الملكي بين إيزابيلا وفريناند، إيزابيلا ملكة قشتالة
وفرناند الخامس ملك أراغون. فهذا الزواج أدى إلى أن يعني تكون هنالك اتحاد بين المملكتين، وبداية لنهاية الأندلس الصغرى التي كانت تسمى بالكبرى أصبحت تسمى بالصغرى لأنها صغيرة المساحة قياسا ببداية تاريخ الأندلس. كل هذه العوامل أدت إلى نهاية الأندلس، وآخر من تولى سلطنة غرناطة هو أبو عبد الله محمد الصغير، يلقب بالصغير، الذي عقد اتفاقية سرية بدفع جزية سنوية، ولكن بعد مدة من الزمن بدأت القوات المسيحية بمحاصرة سلطنة غرناطة وإعطاء رسائل تهديد، يا أما السلام ويا أما الحرب. فكان أبو عبد الله محمد الصغير يعني كل الإمكانيات محدودة، وعليه أن يختار يا أما الحرب يا أما الاستسلام وتسليم المدينة. فأبو عبد الله محمد طبعا اتفق مع الممالك المسيحية وخاصة قشتالة وأراغون بأن يسلم المدينة على شرط أن يؤمن للمسلمين الحرية الكاملة يعني الحفاظ على دور العبادة، إضافة إلى يعني الحفاظ على حياتهم العامة وأموالهم وممتلكاتهم، وأيضا يعني لهم خصوصية المسلمين في التشريع والقضاء، وعدم إجبار أي مسلم على التنصر، فضلا عن ذلك عدم زيادة الضرائب على المسلمين. وهذه جزء من هذه الاتفاقية، وفعلا في عام 897 هجرية 1492 ميلادية قام أبو عبد الله محمد الصغير بتسليم مفاتيح قصر الحمراء، وقد دخلت القوات المسيحية السلطنة، وفي نفس الوقت دخلها إيزابيلا وفريناند، وتم مراسيم التسليم بشكل رسمي. غير أن المملكتين أو المسيحيين بشكل عام لم يلتزموا بهذه الاتفاقية، فبعد بعض الوقت بدأت القرارات وإصدار الأحكام ضد المسلمين، وخيروا المسلمين ما بين يا أما التنصر بالقوة أو ترك الأندلس وترحيل والطرد من الأندلس. فبدت عمليات التنصر القسري، وفي نفس الوقت أيضا تنفيذ عمليات طرد المسلمين من الأندلس الصغرى، وتحديدا من سلطنة غرناطة وباقي المدن الأندلسية. قد يسأل سائل، لماذا سقطت الأندلس ولماذا سقطت سلطنة غرناطة تحديدا؟ طبعا هنالك عدة أسباب، منها هي الخلافات السياسية بين سلاطين غرناطة والنزاع على الحكم، بعد الزواج الملكي بين مملكة قشتالة وأراغون ازدادت قوة، أيضا دعم ومناصرة الكنيسة للممالك الإسبانية بمساعدات مالية والتحريض ضد قتال المسلمين، سقوط عدد كبير من الحصون والقلاع بيد الإسبان وأهمها جبل طارق، ضعف وانتهاء حكم الدولة المرينية فلم يبقى لها سند، التحالفات والاتفاقيات هذه أضعفت الأندلس، إضافة إلى أنه المسيحيين المتمثلة بالممالك المسيحية نقضت العهود السابقة
مع المسلمين، وبذلك انتهت تاريخ الأندلس، وكانت آخر صورة من صور التاريخ الأندلسي في هذه المحطة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.